شنو اللي شاف منها العراقيين؟ بس حبيبي أخ كمال سوري المقاطعة، بما أنه هو شيعي وبما أنه هو مؤمن بالفكر الشيعي أو الطائفة الشيعية، 99% من عندهم يؤمن بالحكم العمامة. لا لا هذا أنا مع كامل احترامي لك دكتور باسم، شوف اللي أنت تشوفه بالإعلام غير من اللي موجود بالشارع. اليوم أنت لما تتفرج الفضائيات العراقية وتشوف موقف الناس، يا أخي الناس متمردة، لكن هاي الأحزاب تجد مليون وسيلة ووسيلة للالتفاف على المواطنين. يعني أكو عندك مشكلة، وأنا بالحقيقة هي تحصيل حاصل تصير، لابد أن يطلعوا لك كفة شغلة يلهون الناس لمدة أسبوعين ثلاثة شهر، وبعدين تجر يعني قضية الزيارات، قضية العزاء، قضية اللطم، قضية فلان، هاي كلها بقناعتي هي أسلوب من أساليب الأحزاب الدينية حتى تلهي المواطن العراقي وتخليه في دوامة، في دوامة. بس هاي حتى تكسبه. نعم أنا بقناعتي، أنا بقناعتي الشيء اللي أنا متوصل إليه، مشروع الإسلام السياسي في العراق فشل، فشل. لي يعني أقدر أنطي لك جملة من الأسباب اللي أقدر أوضح لك إياها. شوف في انتخابات 2010 الأحزاب الدينية ما طرحت شعارات دينية، كلها طرحت شعارات وطنية. ليش؟ لأنه الناس وعت. اليوم طرحت شعارات وطنية والتفت على هاي الشعارات الوطنية، وين راح يروحون بالانتخابات الجاية؟ الخوف هو ماذا ستفعل؟ No, I'm sorry. هذا كان تكتيك لأنه هو يدري أنا الشيعي، يدري جماعتي راح يزن يعني، فأنا لا لازم أروح فد خطوة أكثر. شوف الخوف هو ماذا ستفعل هذه الأحزاب في العملية السياسية، حتى شلون ما الدعبلة أنت للزار يطلع لك. أحسنت. اللي هي صياغة القوانين وتفصيلها على مقاسه، وهو هذا اللي حكى به الاستاذ قرياقوس. وبنفس الوقت استنادا على حكيك ب 2008، تعرف بانه اغلبيه الجنوب صوتوا ضد الاسلاميين، وهذا السبب تشوف المحافظات ومجالس المحافظات كلها دخلت على طريقه علمانيه، وهو هذا السبب اللي خلى المالكي فصل نفسه عن الاسلاميين وعن مثل ما تقول رؤساء الدين والعمائم، وبقى كأنه كمواطن ديمقراطي وجلب أغلب الأصوات. وهذا المد من 2008 صعد إلى 2010، وهو هذا سبب كسب أغلبية الأصوات حتى عن المجلس الأعلى. بس هو أنا أقول من ناحية أخرى، يعني هو ماخذ جانب قوي مع إيران. anyway ربما أنا رأيي غلط، أنا معلوماتي مو هالقد قوية، لكن عندي خطوط كثيرة، وبعدين راح يكون معنا دكتور وليد فارس. خلونا نأخذ كم خط نشوف آراء المشاهدين شنو. خلنا نأخذ أول وحدة، أخت شهرزاد. تفضلي أختي شهرزاد. أخوك شيرزاد كردي. Oh I'm sorry شيرزاد، مية هلا بيك حبيبي شيرزاد. أهلا وسهلا أخي. مساء الخير، ومساء الخير على ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. عندي سؤال على الضيوف. انا ضابط في بوردر بترول الامريكيه، يعني في الحدود، حرس حدود امريكا، صار 22 سنه معاهم. وخلال هال 22 سنه شفت الاخوان العراقيين والاخوات اللي يطلبون اللجوء ويهاجرون، اكثريه من اخواننا المسيحيين واخواتنا المسيحيات. عزيزي أكو تشجيع بأنه يطلعون سواء من أهلهم أو من أقاربهم، لكن أنتم هسه حاليا، يعني كنا خلينا نكون واقعين، أنتم هسه تشكيلة ثالثة في العراق بعد الكرد والعرب، يعني أنتم أكثر حتى من التركمان، عندكم أقضية، عندكم نواحي. فالمفروض بأن الكنيسة والمثقف المسيحي في العراق يشجعون، مهما يكون الإخوان المسيحيين يكون بالعراق، ما يطلعون برا فرنسا والأمريكا وأستراليا، لأنه المجتمع هذا الهيجان البشري المفروض يكون داخل العراق حتى يشكل فد هزة. البيت المسيحي مو بيت موحد، الأكراد كأنا كردي كنا احنا ضعفاء لحد ما صرنا بيت واحد، بعدين قامت حسينة تمشي شوية ولو أكو نواقص كثيرة. البيت الشيعي مثلا بيت مو موحد ولو هم على السيطرة الحكم. الإنسان المثقف في العراق أكو فد
يقول سانشاين يعني شمس تشرق. يعني انا بعكس الاخ مجدي انا متفائل طبيعي متفائلنا مو مثل باكر وعقب باكر، لكن بالنسبه للناحيه المثقفين العراقيين لهم مستقبل بانه يكون عندهم بيت موحد كلهم سواء كانوا على المثقف العراقي او على الاخوان المسيحيين، بانه يغيرون الاتجاه من الاتجاه المذهبي الى الاتجاه العلماني. اكو امل، شفنا مثلا عياد علاوي اتجه على الاتجاه العلماني ولو في نواقص ولو بيتهم موحد لكن شكله خطوره، يعني تقريبا جابوا اكثر الاصوات. فانا ما افتهم لماذا هل هيجان الكثير اللي يطلع بها اخواننا المسيحيين الى خارج البلد، ليش ماكو توجه بانه يكون عندهم حكم ذاتي حتى ولو في داخل محافظه نينوى على الاقل، بدل ما يهاجروا من بغداد؟ ويعني عندهم حق يهاجرون لانه اكو خطوره. أوكي. لكن المفروض دول العالم وصلت الفكره. اخ شيرزاد اشكرك حبيبي شيرزاد، ثانك يو. ناخذ الاخت بعد شيرزاد، الاخت جانيت، تفضلي اختي جانيت. أخت جانيت، إذا جانيت ما موجودة خلوني أخذ الأخ أدوار. مرحبا مرحبا أخ باسم. أهلا وسهلا، منو معي أدوار؟ إيه نعم أدوار. تفضل أخ أدوار، أهلا وسهلا بك. مساء الخير أخ باسم، كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير حبيبي، أهلا وسهلا. سلامي للأخوان والضيوف الكرام، أخ كمال يلد أخ وسام، كل عام أنت بخير والشعب العراقي بألف خير. أجمعين شكرا. أمين. أخ باسم بس عندي أطروحة بالنسبة لتشكيلة الحكومة العراقية. نعم. طيب مثل ما تفضل أخ أبو سرقون قبل قليل دعا بأن مثلا ليش المكون المسيحي الآراميين أو الآشوريين السلالكاد أعطوهم بس وزارة المالية وناقشوا هذا الموضوع، ولكن في عندي اقتراح ثاني. أين تصل الحكومة، أين تصل حكومة العراق الآن معطياتها ومنجزاتها للمكون المسيحي أو لباقي أقليات اللي يتعايشون في دولة العراق؟ بالرغم ما احنا خلصنا من النظام البائد وفتحنا صفحة جديدة وطوينا صفحة قائمة وتشكيلة الحكومة جديدة تشمل كافة أطياف الشعب العراقي المكون العراقي، ولكن للأسف حسب نظرتنا وفهمتنا لهاي الحكومة الجديدة اللي اجت هسه، اتصور قبل 2005 2004 كانت اهون. ليش؟ لانه كان حتى المكون المسيحي كان له شوية ارادة. الان طمسوا المكون المسيحي، اخذوا الحقوق، اخذوا حرياته. بالرغم من ذلك لماذا منعوا، واين وزارة السياحة الان تمنع مزاولة العمل بيع وشراء كافة المحلات اللي تبيع الكحول؟ اوكي، هل هذا ممنوع؟ ثانك يو، اشكرك اخ ادوار. الحضور ضيوف هنا، انا افتهم سؤالك وتعليقك، هم ربما راح يعلقون. اشكرك لان عندي خطوط اخرى. ناخذ الاتصال اللي بعده، الاخ ابو سليم، تفضل ابو سليم. ابو سليم، اذا ابو سليم ما موجود، موجود ابو سليم؟ اوكي، ناخذ اتصال بعده، الاخت جورجيت. هلو، اهلا وسهلا اختي جورجيت. سلام المسيح اخ باسم. اهلا وسهلا كمال يلدو الاخ سام. شكرا. سنه جديده سعيده وبافراح ومسرات وعيد ميلاد مجيد عليكم اجمعين. شكرا جزيلا. ومعك ايضا ثانك يو. بالنسبه الى حكومتنا هسه وهالوزارات 42 وزير، هذا فشي يعني رقم سباق بالعالم. يعني معناها هالقد الكيكة العراقية كبرت بحيث كبر العدد اللي راح ياخذ منها ويقتات منها. حتى يرضون الجميع. نعم، حتى يرضون الجميع، حتى يرضون الجميع. نعم. فمعناها هي حكومة ترضية وحكومة خواطر محصصة. أني أجيب هذا وأني أجيب جماعتي وهذا خطية هم جيبه بنطيلة فد وزارة، كأنما دا يوزعون ألعاب للجهال. yes. بالنسبة للشعب العراقي، إحنا شعبنا العراقي ترى شعب مثقف، شعب مثقف جدا، وعندنا هواية ناس مثقفين أكثر من هذول اللي أخذوا مناصب وزارة. إحنا كل زين نعرف شعبنا، وشعب عنده حكمة. أما حكومتنا فهي حكومة بدون حكمة.
كم سنة صار للمالكي موجود؟ وين الحدود؟ وين ضبط الحدود؟ ليش الليبيين والسعوديين واليمنيين والباقي كلهم يرتعون ويصولون ويجولون في جميع أنحاء العراق من الشمال إلى الجنوب؟ والعراقيين، العراقيين تحت رحمة هذولا، هذولا المرتزقة اللي دايزون من برا، وين صيانة الحدود؟ وين هذا أهم شيء، الأمن والأمان للشعب؟ إيش سوى المالكي؟ أهم شيء تقوم به هذه الوزارة هسه الجديدة، هاي الحكومة الجديدة، صيانة الحدود وصيانة الشعب، أمان للشعب. شلون يرتضي المالكي؟ إحنا حكومة كردستان هي من ضمن العراق وإحنا ممنونين لهم ونشكرهم أنه استضافوا المسيحيين من بغداد من جميع العراق، يقول لهم طالباني، وهو مشكور برزاني، هو مشكور يقول يدعوهم إلى الحماية في كردستان. ليش يعني المالكي ما يقدر يحمي العراق؟ ما يقدر يحمي المسيحيين بالعراق؟ ليش قاعد لعدوى بس ده يستلم رواتب؟ خليه يشيل نفسه يروح يقعد ببيته. اللي ما يقدر يحمي شعبه ما يستاهل يكون ياخذ راتب من هذا الشعب.